السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. إن شاء الله اليوم معانا المحاضرة الثيوريتيكال الأولى ضمن محاضرات مادة السوائل الميكانيك. المحاضرة الأولى راح نتكلم بها عن سلوك وتشكيل التربة، السوائل بيهيفر and سوائل فورميليشن. الشابتر الأول راح يتقسم إلى محاضرتين. المحاضرة اللي راح نتكلم بها عن السوائل بيهيفر and سوائل فورميليشن اللي هي عبارة عن مبادئ عامة وأساسية تعلمك عن أساس تكوين وتشكيل التربة وتصرفها، وبعدين ننتقل إن شاء الله على المحاضرة الثانية راح نشرح العلاقات اللي هي منها راح تبدأ المحاضرة القادمة إن شاء الله، من العلاقات اللي تربط لي السويل فوليوم آند دينسيتي. سو اليوم إحنا راح نشرح المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى راح نتكلم بها عن السويل بيهيفر آند سويل فورميليشن اللي هي سلوك وتشكيل التربة. مثل ما نعرف احنا بصورة عامة نظرة أولية، احنا مادة التربة أخذناها بشكل نوعا ما ضمن مادة الجيولوجي. الجيولوجي درست انت الصخور وتشكيل الصخور وتكوين الصخور واكو بعض العمليات الكيميائية والفيزيائية اللي تمر عليها الصخور، احنا نسميها التجوية والتفكك وغيرها، على أساسها تكونت منها السوليد. سو احنا بصورة عامة مثل ما نعرف من Civil and Environmental Engineering راح تتطلب بصورة عامة انه انت يعني تصميم، تحليل، ديزاين، كونستركشن، تشغيل وايضا صيانة المنشآت بصورة عامة. سو انت اول خطوة تاخذها حتى تبني المنشأ دائما ينشأ على اما سويل الاساس مالته او صخر روك، لذلك تعتبر مادة هندسة التربة أو هندسة الصخور هي المادة الرئيسية، لأن أنت من يعني من عندها تنطلق ببناء المنشآت الحيوية. The properties and behavior of this material راح تأثر بشكل كبير على نجاح واقتصادية وأمان هذا العمل اللي أنت راح تنجزه. هاي لحد الآن عبارة عن معلومات عامة أنا أعطيك إياها. السويل التربة بصورة عامة وتفاعلاتها راح تأثر على البيئة، واللي لازم احنا ناخذها بنظر الاعتبار. بالاضافة الى ذلك انت فهمك الكامل لهذه التربة، هسه احنا حتى نجي احد يسألنا لماذا احنا ندرس علم التربة، الديتيلز اللي انت لازم تعرفها لان تفهمها understanding the behavior of earth material تعتبر رئيسية بالمن اسانا من افهم هاي علم التربة، بالماننج علم التعدين، الانرجي ريسورس اللي هي ديفلوبمنت يعني تنمية طاقة الموارد، الريكوفري استردادها، الساينتفك ستديز الدراسات العلمية، فهو هذا الغرض الرئيسي، وكذلك انشاء البناء او البنايات بصورة عامة يعتبر هذا الجزء يصنف فيرتشوالي تقريبا من جيوساينس علوم الارض. فإذا مادة ميكانيك التربة هي مرتبطة بشكل وثيق مع علوم الأرض. So today probably إنه حتى نتعامل بشكل رئيسي مع الـ Earth Material المرتبطة associated with the problem and the project نحتاج أن require نتطلب معرفة وفهم وتقدير الـ appreciation of important of geology أهمية الجيولوجيا، الـ Material Science علوم المواد، الماتيريال تيستنج واختبار المواد اند الميكانيزم اللي تعمل عليها. سو الجيوتكنيكال انجينيرنج الهندسه الجيوتكنيكيه is concern اللي راح تهتم all of these راح تهتم بكل هذه الامور، يعني هاي الامور اللي ذكرناها مسبقا تهتم بها الهندسه الجيوتكنيك. سو الانفايرومنتال كونسرن الاعتبارات او المخاوف دائما البيئيه منين especially المرتبطة أيضا ندرسها إحنا عن طريق علم الأرض، اللي هي مثلا إحنا بعلم البيئة نخاف من التلوث اللي يصير للground water self divorce وغيرها، التخلص المستمر من النفايات والمواقع الملوثة أيضا هذا يرتبط بحد ذاته مع علم التربة. نجي ناخذ هاي بصورة عامة، صراحة هاي اطلاع عام، معرفة عامة، معلومات أولية، تمام؟ يعني معرفة أنت تعرفها ما تجيك بالامتحان وإنما أنت ضروري، لأن هي لها علاقة بالجيولوجيا. يعني شلون إحنا تعتبر المحاضرة الأولى هي عبارة عن باك جراوند، مجرد مراجعة أولية حتى تربط لك علوم التربة أنت وين أخذتها أو درستها وأنت شنو راح تاخذ حاليا كأدفانس.
الأرث كريست، قشرة الأرض. دائما احنا مثل ما نعرف ان القشره القاريه الكونتينر كريست كفر تغطي تقريبا 29% من سطح الارض بصوره عامه. يتكون هذا من عده معادن، احنا نعرف الايرون، اكسجين، سيليكون، مغنيسيوم، اكو متوفره بالقشره الرئيسيه للكره الارضيه، واكو متوفره بالكور باللب، اكو متوفره بوفره ضمن القشره اللي هي مثل هاي السيليكون، ألمنيوم، كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، تكون مورت أبندت متوفرة بشكل كبير. لكن أكو تكون متوفرة بشكل كبير ضمن اللب اللي هو مثل الأكسجين، وأكو لا توفرة دائما قليل جدا مثل عنصر يسمونه الأنينيون، هذا متوفر نسبة 1% فقط من مجموع الكرة الأرضية، لذلك يسمونه هذا العنصر بالعنصر النادر. أيضا هاي معلومات عامة أنت تعرفها منين تكونت الإيرث كريست. سو هذا المخطط بصورة عامة يوضح لك الإيرث كريست وش قد نسب المعادن. هسه هنا نسب الأكسجين يوصل 64%، نسب السيليكون، وهنا الهول إيرث، هنا فقط القشرة، لكن هنا الهول إيرث وش قد يشكل. تمام، هاي المعادن مثل ما تشوفها، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المنغنيز، الايرون، الالمنيوم، السيليكون. تمام، هاي بالنسبه للقشره الارضيه، وهناك نسبها بالنسبه الى مجموع كل مستوى الارض، يعني ندخل مو فقط تاثير القشره وانما ايضا التاثير الكامل للارض. هاي النسب بصوره عامه لحد الان احنا انه الامور يعني مبادئ اساسيه حتى انت تستذكر تكوين الارض. الجيولوجيك سايكل، الدورة الجيولوجية، احنا مثل ما نعرف اكو شيء راح تاخذونه انت السنة ان شاء الله اسمها الدورة الهيدرولوجية، اللي هي شلون انه حركة المياه والتبخر الى ان تتكون امطار وغيرها وبعدين ترجع، واحنا نسميها هاي دورة لا نهائية مستمرة على طول الوقت ما تنقطع. بالضبط الدورة الجيولوجية ايضا تعتبر دورة غير منتهية تماما، يسمونها جيولوجيك سايكل ان جيولوجيكال. هذا الشخص بيها الجيولوجيك سايكل ان جيولوجيك، احنا عندنا عده عوامل او اربع عوامل رئيسيه. The surface of earth is actually تاثر باي فور بيسك بروسس، اربعه عوامل او عمليات رئيسيه، هذه العمليات راح نعددها. طبعا ايش تعتبر ذات بروسس از نان او ان نيفر اندينج سايكل، يعني دوره يعني ما لها نهاية مثل الدورة الهيدرولوجية، just like this. هذا الموضوع شوية مهم هنا تركزوا عليه، يعني ممكن إنه يجيكم يعني ضمن يعني الديتيلز مال الشرح. يشمل لك أربع عمليات. الأربع عمليات أول شيء إحنا نسميها العملية الأولى هي التعرية، denudation. هاي شو تضمن التعرية؟ التعرية تضمن بصورة عامة إنكلود of this process، العمليات that act اللي تأثر وتعمل لك wear down، استنزاف لكتل الأرض. تمام، هاي بصورة عامة نسميها احنا التعرية. اللي تشمل لك land slide اللي هي الانهيارات الأرضية، الدبرس فلو اللي هو اللي احنا نسميه التدفقات اللي يعني الفيضانات وغيرها، النقل البري الترانسبورت، الويند الابزرشن النقل اللي يصير بسبب الرياح، اند اوفرلاند فلو والفيضانات اللي تجينا من التدفقات العاليه اللي تحدث عند الانهار الريفر والمجاري المائيه الستريمز. هاي اول حاله لتكوين ضمن الدوره الجيولوجيه. الحاله الثانيه نسميها الوذرنج، التجويه. شين يقصد بالتجوية؟ وأنا متأكدة هاي الأمور درستوها بمادة الجيولوجيا. التجوية يتضمن جميع احنا نسميها destructive mechanical، الأضرار الميكانيكية and chemical process، الميكانيكية يعني العوامل الميكانيكية والكيميائية اللي تسبب لك break down، تفكيك لصخور الأرض أو الكتل الصخرية rock mass في الموقع. تمام عيني، هاي حتى تفهم هسه لحد الان انت عرفت اثنين. الحاله الثالثه احنا نسميها الديبوزيشن، وتنتقل هذا الترانسبورتنج اوف وذر برودكت باي فيريوس، عن طريق تنتقل هاي الامور عن طريق عده ادوار، تنتقل من منطقه عاليه الى منطقه واطئه. تمام عيني، هذا الويذرنج والتآكل والايروجن اللي اخذناه بالبدايه كونفيرت، يحول لك الروك، اذا انت تنتبه اهم شيء الى سيديمنت، هاي الحاله الاولى، وبالتالي هذا السيدمنت ايش راح يشكل لك؟
form soil. إذن هو هذا السبب الرئيسي لتشكيل الأرض. الديبوزيشن اللي هو شو نسميه احنا الترسبات، تفككت التربة وانتقلت، صار بها ترانسبورت وتآكلت، الدور راح تتجمع في مكانات معينة يسمونها الديبوزيشن. شو تضمن هذا؟ اكوميليتيف، تجمع السيديمنت ترانسبورت، تجمع او تراكم الترسبات المنقولة مسبقا من منطقة الى اخرى. لذلك هذا موضوع الدورة الجيولوجية كتبوا عليه مهم، يعني ممكن يجيكم في الامتحان، يعني هذا الموضوع الدورة الجيولوجية وكذلك مع الرسم مالته. تمام عيني، الرسم مالته ايضا موضوع مهم، يذكرك يعني البيسك الرئيسي لتكوين السويل من مصادرها الرئيسية اللي هي الصخور. تمام عيني، بهذه الطرق الثلاثة مع الرسم مطلوب الجيولوجيك سايكل مع الشرح مالتها مطلوب، تختصره انت بشكل ابسط توضح بالحالات او العمليات الثلاثة اللي تحدث. نجي اللي بعد هالخطوة اللي بعد احنا نسميها السويل فورميشن، تشكيل التربة. مين تشكل هسه؟ احنا سبق ونوهنا مسبقا فوق بالشرح المسبق ان التربة تكونت is defined as a sediment، هي عبارة عن ترسبات او رواسب اللي accumulated، اتجمعت، اللي تم تجميعها of mineral particle، او هي عبارة عن الجزيئات اللي احنا نسميها المعدنية، يعني هي تتكون من sediment التربة بصورة عامة بالاضافة الى الحبيبات المعدنية البروسيد باي اللي تنتج عن طريق من هاي الحبيبات المعدنية الفيزيكال اند كيميكال ديستنريشن عن طريق التفكك الكيميائي والفيزيائي للصخور. بالإضافة إلى ذلك منين تتكون بعد التربة؟ هسه احنا عرفنا تكونت من سيدمنت، وعرفنا تكونت منين المكون الثاني مالتها المينرال بارتيكل. تمام، المكون الثالث تحتوي على ماء، تمام، ووتر، بها اير اللي هو الهواء اللي عن طريق الفويد ريشيو، هي بها مسامية لذلك تحتوي على هواء. الأورغانيك ماتيريال، المواد العضوية اللي هي أوراق الأشجار، يعني الطمث او يعني الطمي اللي يصير بصوره عامه من جثث الكائنات الحيه غيرها، فتعتبر هاي كلها اورجانيك ماتيريال. اند اذر سبستانس، وبعض المواد الاخرى اللي تتشكل بتكوينها. هاي معلومات عامه من علم الجيولوجيا. السويل بصوره عامه استبيكلي تصنف بصوره عامه، لذلك علم ميكانيك التربه علم جدا معقد، وكذلك يسمونه علم غير مستقر وغير ثابت. لذلك علم التربة أو السويل تتصنف نون هوموجينيوس بوروس، هي عبارة عن مادة مسامية أهم شيء شبيهة غير متجانسة، ما تتكون من كتلة واحدة، ممكن آلاف التراب، نسبة الفويد ريشيو تختلف، المسامية تختلف، الدنسيتي تختلف. الآن الأرث ماتيريال، الموارد الأرضية، هوز إنجينيرنج، حتى التصرف الهندسي لها يتأثر بتغير، انتبه بمن يتأثر، change الموستر كونتينت، المحتوى الرطوبي والكثافة والدنسيتي. لذلك لفهم to understand، حتى تفهم انت وتقدر مقدار الكاركتر لأي سويل مترسبة، يتطلب من عندك فهم understand what الماتيريال، شنية المواد المكونة إلها، and وكيف وصلت هذه التربة إلى حالتها الحالية الوضعية الآن، مين إجتنا من تفكك صخور، من نقل رواسب، من غيرها. لذلك ضروري تفهم هذه الأمور، حتى ليش هسه احنا التربة بصورة عامة نصنفها نقول تربة السهل الرسوبي، تختلف عن تربة الهضبة الغربية. الهضبة الغربية دائما تمتاز بالكثبان الرملية، السهل الرسوبي دائما سلت اند كلي. التراب او اكو تراب احنا المناطق الجبلية اللي هي التراب الصخرية، لذلك انا مثلا من اختار تراب زراعية يكون من المفضل تراب السهل الرسوبي، من اختار مثلا تراب معدنية أكيد المفضل التراب المناطق الهضبة الغربية لأن تحتوي على كثبان رملية عالية، وهاي الكثبان الرملية هي غنية جدا بالمعادن، ذلك أغلب هذا تنصنع عن طريق الكثبان الرملية وغيرها لأن نسبة المعادن بها جدا عالية. من أبحث عن تراب قوية جدا إلى بناء منشآت معينة التراب الصخرية لأن البيرين كاباسيتي لها قوة تحملها جدا عالية. لهذا الأمور أنت ضروري تفهم كل هذه الأشياء، السويل ماتيريال، الديبوزيشن بروسيس، اند البوست بوزيشن، والعمليات الترسيبيه او التشينج، التغيرات اللي تطرأ على العمليات الترسيبيه للسيديمنت. هسه نجي احنا مو سبق وضحنا قلنا الويدرنج، شنو معنى الويدرنج؟ هو التجويه اللي تصير. احنا عندنا نوعين من التجويه،
تجويه كيميائيه وتجويه فيزيائيه. تمام، في الموقع الوذرنج بروسس ليد تو ذا سبسيكونس، الى تسلسل الافاق الهورزن وذن سويل، راح يصير عده عمليات تجري على السويل. الوذرنج تجويه الصخور ان سويل يعتبروها هي عمليات ديستركتيف بروسس، عمليات مدمره، يتحول بيها الويربي دبرس، يتحول الحطام يعني هاي الكتل والصخور الى فيريوس سايز، اشكال مختلفه وكومبوزيشن، وبالتالي تترسب او تراكيب ان شيب اس فورميت، وتتكون لنا اشكال وتراكيب جديده. ذا نيو كومبوزيشن، التراكيب الجديده دائما تكون مور ستيبل، اكثر استقرارا من القديمه. تمام عيني، لكن طاقتها الداخليه الانترنال انرجي للماتيريال تكون شبيهه تقل او قليله. الاختلاف المستمر variety of physical, chemical and biological process، هاي العمليات المستمرة اللي هي physical والchemical والعمليات البيولوجية، شو تؤدي لنا إلى breakdown، تفتيت أو كسر الصخور أو كتل الصخرية. physical process، شوف انتبه physical process شو تسوي، reduce the particle size، تصغر لك حجم الحبيبات، وانكريز وتزيد المساحة السطحية surface area، and الحجم، الحجم الضاغط الكل البولك فوليوم. بينما الكيميكال اند بيولوجيكال بروسيس شو تسوي، تكمل على العمليات الفيزيائيه بحيث انه تخلي الماء يمتص من قبلها حتى انه تتم العمليه. هسه لذلك راح نوضح لنا بصوره عامه الفيزيكال بروسيس شو ينتج منها والكيميكال بروسيس شو ينتج منها. الفيزيكال بروسيس هذه مهمه صراحه، الفيزيكال بروسيس ينتج منها بصوره عامه هو البروسيس كوسيس بريك داون، تفكك without chemical change، بدون تغيرات كيميائيه. تمام عيني، تايب اوف اكشن ذات كوسيس يسمونه ديسترنيشن، تفكك اوف الصخور الام، الصخور الكبيره الرئيسيه احنا نسميها البيرنت روك، باي فيزيكال مين. شو يقصد بها الفيزيكال بروسيس؟ يقصد بها الجرافيتي عن طريق الجاذبيه او غيرها، الويند الرياح، الووتر الماء. تمام عيني، ذا برودكت اللي تنتج من هذه لهذا، يعني اللي تنتج الحبيبات اما تكون مدوره راوندد اور سب راوندد اور حبيبيه غريلا، ايش يسمونها بصوره عامه اللي تنتج من الفيزيكال بروسيس، الحبيبات الخشنه الكورس جرينت سويل يسمونها الجرافل، الحصى والرمل. تمام عيني، هاي تكون الحصى والرمل، وتكون دائما الحصى والرمل بيش يمتاز، يمتاز كوهيجنلس يعني التماسك مالته اقل، والدليل هسه انت من تلزم حصى او رمل بايدك وتفتته ترمي للارض يتفتت مباشره ويروح، التماسك مالته اقل، عكس التراب الطينيه والغرينيه تتشكل بايدك وتمتلك كوهيجن اعلى. تمام عيني، هاي هسه اذا الفيزيكال بروسيس انتج لي، انتج لي التراب الخشنه اللي هي الجرافل والساند. بينما السلت والكليم من يجيني، يجيني هذا من الكيميكال بروسيس، عمليات التجوية الكيميائية اللي شلون تنتج هاي بصورة عامة، تنتج عن تفاعل اللي يحدث عن دخول المعادن أو الماء بصورة عامة سواء آير أو ووتر إلى داخل الصخرة الأم، وبالتالي تتفكك حبيباتها. هذا ينتج لنا different properties of the parent، يعني خواصها تكون مختلفة تماما عن خواص الصخرة الأم، عكس الفيزيكال تشبه خواص الصخرة الأم. So the chemical weathering يحولنا transform one mineral to another. تمام عيني، عن طريق dissolve الذوبان لهذه المعادن. Particularly all chemical weathering process تعتمد على the presence of، وتعتمد هاي بصورة عامة العمليات على وجود الماء، كمية الترطيب الهايدريشن، ونسبة السطح للامتصاص، ايش قد سطح هذا الصخرة يمتص ماء. تمام عيني، هاي شو يشكل لنا الكيميكال؟ يشكل لنا تكوين التراب اللي ناعمة احنا نسميها، اللي شنو اسمها؟ اسمها السولت اند كلي، التراب الطينية والغرينية، واللي تمتاز كوهيزيف ماتيريال، تعتبر مواد متماسكة. تمام، هاي ضروري تنتبهون على شغلة نقول ان البروبرتيز مالتها ما تعكس خواص الصخرة الأم، وإنما تختلف تماما لأن أجرت عليها عمليات كيميائية. أصل التربة بصورة عامة، هاي معلومات إليك، يجينا أصل التربة من الريزيجوال المتبقي، تمام، أو من الترانسبورت المنقول. الترانسبورت هاي معلومات عامة يعني ما مطلوبة من عندك أصل التربة، مجرد تطلع عليهن، يعني هذا موضوع أصل التربة
تقرأ وتكتب يمه للاطلاع. تمام، هذا ما مطلوب تكتب يمه للاطلاع من تقرأ وتكتب، لأن هذا ما مطلوب، مجرد بس تعرف أنه جايتنا من الريزيدوال والترانسبورت. وأتوقع أن هاي المعلومات كلها تعتبر بيسك وانت ماخذها من مادة الجيولوجي بالمرحلة الأولى. وش تشمل لك الريزيدوال؟ وش تتضمن؟ تعتبر هي أكبر كيميائيا أو أصغر؟ عمليات الويذرنج شنو المؤثر عليها؟ الكتل السميكة وين موجودة بالمناطق الاستوائية أو مناطق احنا نسميها الطم الجليدي؟ هاي فقط معلومات عامة. وكذلك الترانسبورت أو دبوسز نسموها، المواد او الترب المنقوله او المترسبه ايضا شنو تشمل، هاي خواصها. هاي للاطلاع مجرد تتعرف عليها، ترانسبورت سويل ايش تضمن لي يعني صوره عامه، هاي الامور مجرد انه تطلع عليها. تمام عيني، اصل الجيولوجي لها، القسم الخارجي مجرد معلومات عامه. نجي على الموضوع اللي بعد اللي هو السويل المينرولوجي اللي هي معادن التربه. معادن التربة أيضا تعتبر موضوع معادن التربة، صراحة أنت متخصصك مثل ما نقول جيولوجي يعني علوم الأرض، لو تخصصك علوم الأرض والجيولوجي كان دخلت بهذه الأمور ودرستها بشكل تفصيلي، لكن أنت مهندس فيهمك تدرس ميكانيكية هذه التربة، لذلك تكوين معادنها وغيرها مو لك، مجرد تطلع أيضا هذا الموضوع تكتب عليه للإطلاع معلومات عامة، بحيث أنت تعرف أن السويل تتركب من بارتيكل حبيبات ليكويد غاز وتتراوح هذا من الفيري سوفت من جدا لينة أورغانيك ماتيريال إلى الهاي. تمام، اللي تشمل الكلي آن ساند وتتدرج إلى السوفت روك. تمام عيني، تصلد بارتيكل مالتها انه يتدرج من اللارج بولدر الى اللي احنا نسميه المينت بارتيكل، الحبيبات الدقيقه اللي ما يمكن مشاهدتها الا عن طريق الماي يعني المجهر الالكتروني الالكترونيك مايكروسكوب. هاي مجرد معلومات عامه حتى انت تعرف تدرج حبيبات التربه او سيف اناليز بصوره عامه لها. تمام عيني، وكذلك هنا نجي على موضوع المعادن، شو تضمن المعادن؟ بس هذا تقرأ لي بس هذا، احنا اللي يهمنا بس هذا، احنا حتى نصنف ان شاء الله راح ناخذ بالتجارب تجربة التحليل المنخلي، هاي بصورة عامة لحد الان احنا مبادئ، اللي يعبر من منخل رقم 4 هو جرافل يصنف حصى، وعندنا الصنف الثاني الساند، وصنف السلت وصنف الكلي. تمام، هن ذني، والكلي اللي هو العابر من منخل او بوينت او اثنين، يعني اللي قطرها اصغر من 2 مايكروميتر. هاي هنا تتحلل تحليلها نسميه الهايدروميتر تيست، وهذين الثلاثه شلون احللهم باسم السيف اناليسيس نسميه احنا السيف اناليسيس تيست. هاي فقط هاي المعلومات الرئيسيه، كذلك السويل كومبوزيشن اند انجينيرنج بروبرتيز، العوامل اللي تاثر عليها بصوره عامه وكونتها. مجرد هاي ايضا يعني لهنا المعلومات اللي هي السويل مينرال، السويل بروبرتيز، علم المعادن، هاي العوامل اللي تأثر ايضا احنا نسميها معلومات عامة، اللي تايب اوف مينرال، نوع المعدن المكون، كمية المعدن في هذه التربة ايش قد كميته، الاماونت اوف ايتش مينرال، التايب، كمية الكيتونات الممتصة of absorb ketone, shape and size distributed of particle, كمية أو تركيب المسام، تركيب الماء المسامي الموجود بيها. تمام، هن ذني هاي العوامل، شو نصنف هاي عوامل هندسية، أكو عوامل بيئية أيضا على أساس نصنف الترب اللي هي مثلا يعني تأثر على تكوين الترب، الwater content المحتوى المائي يؤثر، ايش قد نسبة المحتوى المائي، كثافة هذه التربة، مثل ما نعرف احنا التربة الطينية والترب الغرينية تكون كثافتها أعلى من الترب الأخرى. تمام، هاي تعرف لها. كذلك الضغط الاحتجاز اللي بداخلها اللي احنا نسميه confined pressure، راح ناخذ ان شاء الله موضوع الconfined والunconfined والconsolidation بالمواضيع نهاية الكورس الثاني ان شاء الله. temperature availability of water، يعني هاي مجرد معلومات عامة شلون انت تصنف على اساسها ايضا تطلع عليها، يعني ما مطلوبه من عندك، فقط هسه لحد الان التعريف الرئيسي والدوره الجيولوجيه مطلوبات من عندك مع الرسم. الكلي بيهيفر، تصرف التربه اللي سبق وتناولناه، قلنا الحبيبات اللي اكبر من هذا تعتبر كذا، الكلي يمتى يعتبر من تكون الحبيبات اصغر من 2 مل او 2 مايكرومتر، وسبق وقلنا بهذا الشكل ووضحناه بهذا الرسم، قلنا هنا يتصنف كلي. تمام عيني،
هاي ايضا معلومات الكلية بصورة عامة، هي عبارة عن ضيفتكم ياهن كمعلومات عامة تعرفهن من الناحية الهندسية شلون يصنف، يعتبر هو سميل بارتيكل سايز نت نيجاتيف اللي احنا نسميه يمتلك شحنة، دائما الشحنة اللي خاصة به هي عبارة عن شحنة كهربائية سلبية بيلدونة بلاستيسيتي، لذلك راح ناخذ حدود اتربك ليميت، راح نلاحظ انه نسبة اللدونة للترب الطينية هي اعلى من الترب الاخرى، وكذلك يتعتبر مقاومتها عالية للعوامل الجوية. تمام، الكلي مينرال وغيرها هاي كلها لحد الان للاطلاع. تمام، عيني هاي اللي هنا الكلي مينرال هو منين تتكون بصورة عامة بس حتى تعرف انت كمعلومة عامة. المكون الرئيسي هو سيليكات الالمنيوم، تمام، المكون الرئيسي للطين، لذلك احد من يقول لك الطين هو نفسه سيليكات الالمنيوم، تمام. واكو نون كلي سويل بارتيكل ايش قد تبلغ، المواد العضويه غيرها، هاي مجرد ايضا للاطلاع تعرفهم انت المعلومات الرئيسيه وسبق انت وتناولتهم بماده الجيولوجيا الهندسيه اللي هي تتصنف كلي مينرال ونون كلي مينرال. تمام عيني، وشن تصنيفاتها وش تتضمن، المواد العضويه ايش قد، السيليكات الالمنيوم المكون الرئيسي تعتبر. ايضا الموضوع اللي بعده ايضا للاطلاع، تمام، للاطلاع يعني تطلع عليه تاخذ معلومات عامه غير مطالب من عندك بالامتحان كشرح او تفصيل. تمام، هاي دائما المحاضره الاولى اني اضيف بها معلومات عامه حتى انت شويه تسترجع وتاخذ بعض المعلومات، على السويل ميكانيك تعتبر ماده جديده عليك، انت بالمرحله الثانيه ما درستها، ما درست فد ماده مرتبطه بالتربه وانما فقط بالمرحله الاولى، فنوعا ما صار جاب فت فراغ وصار أبسنس بالمعلومات، فت غياب للمعلومات بداخلك، فالمحاضرة الأولى دائما تعتبر محاضرة تعريفية أو مقدمة ندخل بيها للمادة بشكل رئيسي، فارتباط التربة مع الجيولوجيا فضفتها إليك. أيضا هاي معلومات عامة لقد تطلع عليها الكلاسيفيكيشن أوف كلي مينرال، أيضا تكتب عليها للإطلاع لازم تطلع عليها. أيضا إيش تتضمن لك هنا؟ تتضمن إنه الكلي مينرال شلون تتكون، الفوسفات مالتها، السيليكون ترانسبورت، الألمنيوم غيرها، يعني معلومات عامة تطلع عليها تكوين الكلي مينرال، وهذه الأشكال مالتها، الأشكال الجيولوجية، أكو أشكال ثلاثية، أكو أشكال ثمانية، يعني ثماني السطوح، سداس السطوح وغيرها، معلومات عامة يعني إنه مجرد تشكيل، وأني طلبت من عندك للإطلاع مجرد تطلع عليه، لأن أنت تخصصك مو جيولوجي ساينس، مو أنت عالم جيولوجي، وإنما أنت فقط راح تتخرج كمهندس جيولوجي، تهمك تصرفات التربة وتشكيلها الهندسي، ما تهمك تكوينها الرئيسي. تمام، فهاي المعلومات هاي منا لحد هنا كلها عامة ما مطلوبة من عندك. ايضا هذا الموضوع المينرال جيولوجيكال كومبوزيشن اوف كلي اللي تتكون منين، هاي مكونات التربه الرئيسيه، مكونات التربه الطينيه الرئيسيه ايضا مطلوبه من عندك للاطلاع. تمام عيني، هذا الموضوع ايضا تاشر عليه للاطلاع اللي هو 5-2، تتكون منين الكاونت الالينت المونت غيرها، واكو مواد يسمونها كلي ماتيريال واكو مواد نون كلي مينرال. ايش تشمل لك النون كلي مينرال؟ الكوارتز الغيرها. تمام عيني، هاي مجرد الجبسوم سويل برايفت غيرها الاورجانيك ماتيريال، فهي هاي مجرد المكونات العامه المينرال كومبوزيشن التركيب للكلي. تمام عيني، هاي يجي يشرح وحده وحده، هاي تشمل ترتيبها شلون، هاي ايضا للاطلاع. هذا موضوع 5-2 ايضا للاطلاع، هذا موضوع 5-2 للاطلاع. هاي تصنيفاتهن شكلها بالواقع شلون يصير، هاي تحت المتجر الالكتروني بالمناسبه يلا تظهر بهذا الترتيب لان هي حبيبات دقيقه جدا. هذا النوع الثاني اللي هو سيمستيك مينرال، المعادن الثانيه المعادن المتزنه، ايضا شكلها كلها للاطلاع. هذا لحد هنا هذا الموضوع كله للاطلاع. نجي 5-3 الكلي ووتر انتركشن، تفاعلات الماء للترب الطينيه، ايضا سحبه، هاي مجرد ايضا للاطلاع لان هو يحكي عن جيولوجيا وعلم سحب الماء، يعني ضمن العلوم الارض اللي هي ان الترب الطينيه سطح الكفر مالتها والروابط الهيدرولوجيه عندما تكون هذه الشحنه سالبة راح تلتقط جميع جزيئات الشحنة الموجبة القريبة منها، إذا كانت سالبة تلتقط بالتناوب، يعني السيرفيس أوف إحنا نسميه كلي بارتيكل لحبيبات التربة. تمام، حتى نوع هو هذا يفسر السبب الرئيسي إنه التربة الطينية دائما تحتفظ بنوع بالماء أكثر من التربة الرملية والتربة الحصى والرمل.
هاي اللي هنا نجي الديفرنس اللي بالدبل لاير. عندنا احنا نوعين من انواع التراب، احنا الكلي ستراكشر هاي مطلوبه من عندك، سادسا مطلوبه من عندك اللي هو ديبرست ستراكشر والفلوكيتد ستراكشر، اللي يعني الكتل المتماسكه والكتل المتفرقه. هاي شو تكون لو سترينث، هاي مور سترينث. هاي شو تكون البير موبيليتي لها اقل بكثير، هاي لا تكون قليله لكن هاي اقل بكثير. تمام، الكومبرسيبيليتي قابليه الانضغاط، هاي النوع الثاني اللي هو الكتل المتماسكه تكون لو كومبرسيبيليتي، هاي اقل من لو كومبرسيبيليتي، هاي مطلوبه من عندك. تمام عيني، الموضوع هذا ان شاء الله راح نتناوله على المحاضره القادمه. من هذا الموضوع بعد ما يكون اي ترك ولا اطلاع، تمام عيني، بس المحاضره الاولى اكو بها مواضيع للاطلاع. سو هسه نسوي مراجعه سريعه على حتى نعرف المطلوب والما مطلوب. هاي معلومات رئيسيه للاطلاع لهنا. المطلوب من عندك يعني هذا الجيولوجيك سايكل، الدوره الجيولوجيه مطلوبه. تمام عيني، هاي الدوره الجيولوجيه مطلوبه بالكامل، شرحها مع تفاصيلها هاي مطلوبه من عندك. السويل فورميشن ما مطلوبه، هاي لهنا ايش تتضمن السويل فورميشن، احنا سبق وتناولنا قل له عندك عده عمليات راح تتضمنها اللي هو الوذرنج. اهم شيء بالسويل فورميشن اللي هي عمليات الوذرنج اللي هي عمليات التجويه. تمام، التجويه هسه تكوينها هاي مهمه، ايش تتضمن لك التجويه، الفيزيكال والكيميكال. الفيزيكال هاي ضروريات ايضا مطلوب من عندك، هذين المطلوبات من عندك. الفيزيكال بروسيس للوذرنج ايش تتضمن، تعريف التجويه اريده من عندك، والفيزيكال بروسيس ايش تتضمن وش يكون لي نوع من التراب، الجرافل والساند، والكيميكال ايش تتضمن وشنو العمليات اللي بيه ويكون لي نوع من التراب اللي هي السلط والكلي. تمام، فقط ذن المطلوبات. 1-4 السويل اورجان اللي هو اصل التربه ما مطلوب من عندك للاطلاع، مجرد تعرف شلون ده الشكل هي الريزيدوال المتبقي والترانسبورت او احنا نسميه الدبوس. تمام عيني، هاي كلها للاطلاع تطلع. السويل مينرال او مينرولوجي معدنيه التربه ايضا ما مطلوبه من عندك للحفظ، او هاي مجرد تطلع عليها احنا شرحناها. الاربعه السويل كومبوزيشن ايضا تطلع عليها ما مطلوبه من عندك. الكلي بيهيفر تصرف التربه اي الاقل والغيره راح ناخذه ان شاء الله بالسيف اناليسيس، هنا أنا مجرد تطلع عليه ما عندك كل مشكله. بالكلاسيفيكيشن اوف سويل ايضا للاطلاع، حتى تاشرهم على محاضرتك من تسحبين تعرف انه هذه الامور للاطلاع ان شاء الله. والمينرولوجي كومبوزيشن اوف كلي ايضا للاطلاع، سبق وتناولناها قلنا من تتكون اكو مواد كلي ماتيريال او كلي مينرال ونون كلي مينرال وعددناها ذني للاطلاع، لان هن ذني هم مهندس او صاحب علم الجيولوجي الجيولوجيك ساينس يتعمق بهذه الامور، مو انت يعني مجرد معلومات عامه، انت يهمك التصرف والسلوك الهندسي للتربه. سو احنا المحاضره الاولى عرفنا ايش نقرا من عندها كمطلوب كشرح حفظ ومع الرسم، وشين اللي المعلومات العامه. هذا الموضوع ايضا معلومات عامه تاخذه اللي هو الكلاي ووتر انتركشن، تدخلات مالته ايضا يكون موضوع عام للاطلاع فقط. هذا الموضوع مطلوب، اذا عندك هسه موضوعين مطلوبات، هذا الكلي ستراكشرال مطلوب من عندك مع الرسم طبعا. تمام، هسه موضوعين مطلوبات ان شاء الله على المحاضره القادمه. بعد ما راح يكون اي ترك لانك راح ندخل ديب تقريبا بموضوع السويل ميكانيك ان شاء الله، يعتبر المحاضرات اللي تبدي بها المسائل هي من هذه المحاضره، السويل فوليوم اند دنسيتي ريليشن شيب. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونه. نلتقي بكم ان شاء الله على المحاضرات القادمه، دمتم بامان الله وحفظه.